في نظرية ميكانيكا الكم الشواهد الغريبة حصلت الأول، بعد كده جت النظرية عشان تفسر الشواهد الغريبة اللي حصلت دي، لكن في النظرية النسبية اللي حصل العكس. النظرية اتعملت في عقل ألبرت أينشتاين، كتبها في صورة معادلات، وبدأ من خلال المعادلات دي يتوقع شكل الكون ويتنبأ بحاجات مش موجودة غير في خياله فقط. وبعد كده تيجي التجارب بعد وفاة ألبرت بأكتر من 100 سنة عشان تثبت صحة التنبؤات دي. يعني النظرية هي اللي جت الأول، بعد كده حصلت الشواهد عشان تثبت صحة النظرية. وكأن معادلات النظرية النسبية كانت بمثابة المصباح اللي لقاه ألبرت أينشتاين فدعكه فطلع له الجني عشان يحقق له كل امنياته. لكن ايه هي الحاجات اللي عملها الجني لألبرت أينشتاين؟ ده اكيد اللي هتعرفه، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم. مبدئيا انا بعتذر عن الشكل الغير لائق ده، ولكن يعني للاسف كده افضل بكتير عن ان اطلع من غيره. ده بخلاف ان في يعني 9 صوابع كويسين، فما نسيبش ال9 صوابع ونركز مع الصابع ده. المهم سيبكم من صباعي دلوقتي، اعتبروا ان هو مش موجود، وخلينا نرجع للنظريه النسبيه. قدرنا في الحلقات اللي فاتت وعلى مدار حلقتين نعرف سؤال استمر لمده اكتر من 2000 سنه ومحدش كان عارف له اجابه، وهو ليه الاجسام بتسقط على الارض. وقدرنا نعرف ان الجاذبيه هي السبب، وبعدين عرفنا ان الجاذبيه دي مجرد وهم ومفيش حاجه اسمها جاذبيه، وان الاجسام مش بتسقط على الارض وانها بتتحرك في خط مستقيم على زمكان منحني ومفيش اي قوه بتاثر عليها. وعشان انت مش شايف الزمكان المنحني ده لانه في البعد الرابع، وانت للاسف ما بتقدرش تدرك غير 3 ابعاد فقط، فانت بتتوهم ان الاجسام بتسقط على الارض وان في قوه بتشدها لتحت، وبتتوهم ان الاجسام وهي بتسقط بتتصارع. وعلى الرغم انك مش بتقدر تشوف الزمكان المنحني ده، لكن في ايدك اداة بتقدر تشوفه بدقة اكبر من اللي بتشوفه بيها عينيك، وهي الرياضيات. وده اللي عمله بالظبط ألبرت أينشتاين باستخدام الرياضيات. قدر ان هو يعمل معادلة تحدد ازاي الكتل او الطاقات بتحمي نسيج الزمكان، وازاي نسيج الزمكان المنحني بيقدر يحدد شكل حركة الاجسام اللي موجودة عليه. معادلة أينشتاين كانت مجرد افكار في دماغ ألبرت أينشتاين ترجمها لقانون رياضي، لكن للأسف ما كانش فيه اي اثبات غير رياضي يثبت صحتها. ومن هنا جت عفاريت ألبرت أينشتاين عشان تلعب لعبتها. المعادلات تنبأت باشياء لا يمكن انها تحصل الا في حالة صحة المعادلات دي، وبالتالي ارتبطت صحة النظرية النسبية بالتنبؤات اللي توقعها أينشتاين. لكن في حالة ان التنبؤات دي ما حصلتش، كانت النظرية النسبية كلها مش هتبقى اكتر من خيال كاتب ومجرد حبر على ورق. التنبؤات دي كانت زي انحناء الضوء، وزي عدسة الجاذبية، وزي تمدد الزمن نتيجة للجاذبية، والانزاح الاحمر، وامواج الجاذبية، واللي هنتكلم عنهم بالترتيب اثناء الحلقة. جاذبية نيوتن لما جت وقفت عاجزة قدام تفسير مدار كوكب عطارد الغريب، وجت النظرية النسبية عشان تفسرها بدقة متناهية، العالم ما وقفش يسقف لألبرت أينشتاين وقال له انت عبقري. لان سهل جدا اصمم نموذج رياضي يحل لي مشكلة قائمة بالفعل، لكن الصعب ان النموذج ده يتنبأ بحاجات مش موجودة والحاجات دي تحصل. عشان كده لما جه ألبرت أينشتاين وحسب الانحراف في مدار كوكب عطارد بدقة متناهية، العالم اداله ظهره وما امنش بالنظرية النسبية، لحد ما بدأت تنبؤاته وامارات النظرية النسبية في الظهور. نسبة أينشتاين بتقول ان الجاذبية انحناء لنسيج الزمكان، مش تجاذب بين كتلتين زي ما نيوتن بتقول، وبالتالي الضوء اللي ملوش كتلة من منظور نيوتن مش هيتأثر بالجاذبية. لكن من منظور ألبرت أينشتاين صحيح الضوء مش هيتشد نتيجة لكتلته، لكنه هيتحرك في مسار الزمكان المنحني. معنى كده ان الضوء اللي ملوش كتلة ده لو مر على جسم تقيل وتحرك في مسار منحني، ان تفسير ألبرت أينشتاين للجاذبية هو اللي سليم. طب نسبتها ازاي دي؟ محدش قدر يعرف لحد ما جه عالمين، واحد اسمه أرثر إيدينغتون والتاني اسمه فرانك واتسون، وعملوا تجربة عشان يثبتوا بيها صحة الكلام ده. قالوا احنا هنختار نجم ونصوره ونحدد موقعه، بعد كده نستنى الشمس تمر من قدامه ونرجع نصوره من جديد، وناخد الصورتين ونطبقهم على بعض. لو مكان النجم في الصورتين انطبق على بعضه، معنى كده ان كلام ألبرت أينشتاين كلام مش مظبوط. لكن لو مكان النجم في الصورة الاولى اختلف عن مكانه في الصورة الثانية،
يبقى كلام ألبرت أينشتاين كده كلام مظبوط، لأن الضوء في الحالة دي أخذ المسار المنحني نتيجة لانحناء الزمكان اللي سببته الشمس، وإحنا ما بنقدرش نشوف الزمكان المنحني، لكننا قدرنا نشوف إن النجم نفسه مكانه اتغير، لأن مسار الضوء اللي وصل لعينينا اختلف عن مساره الأولاني. إدينغتون وواتسون اختاروا مجموعة نجمية قريبة لينا وهي مجموعة هاييدز، ودي بتبعد عننا 153 سنة ضوئية، واختاروا أكتر نجوم سطعة في المجموعة دي وصورهم بالليل. المفروض يكون في صورة تانية للنجوم دي أثناء ما الشمس بتمر من قدامهم، وبالتالي الصورة دي هتتاخد بالنهار، ولكن ضوء الشمس الساطع هيعوق عملية التصوير، وهو ده السبب اللي بيخليك ما بتشوفش النجوم اللي موجودة بالنهار. قالوا خلاص نستنى أما يحصل كسوف للشمس وبعد كده نرجع نصورهم. وفي سنة 1919 تحديدا في 29 مايو حصل كسوف للشمس وبقوا قادرين يصوروا النجوم دي، وبعد كده أخدوا الصورتين وقارنهم ببعض، والمفاجأة إن مواقع النجوم في الصورتين طلعت مختلفة عن بعضها. مش بس كده، دول طلعوا مختلفين بنفس القيمة اللي حسبتها معادلات ألبرت أينشتاين، 1.57 من 100 ثانية تحديدا، وده كان أول انتصار للنظرية النسبية والانتصار الوحيد اللي حصل في حياة ألبرت أينشتاين، واللي خلى العالم كله يبص للجاذبية من منظور ألبرت أينشتاين ويسحب البساط من تحت رجلين جاذبية نيوتن. طيب إذا كانت الأجسام التقيلة بتتني الضوء فيبقى زيها زي العدسة، وبالتالي وجود جسم تقيل في الفضاء بيبقى أشبه بوجود عدسة عملاقة قادرة أنها تتني الضوء اللي جاي من وراها، وبالتالي صور الأجسام اللي هتجيلنا من ورا العدسة دي هتبقى موجودة في أماكن غير أماكنها الحقيقية، وهتبقى صور مشوهة. يعني ممكن تلاقي صورة لنفس النجم في مكانين مختلفين. ومن أشهر الصور اللي اتلقطت وبتوضح الكلام ده الصورة اللي لقطها تلسكوب هابل في 2006، وظهر فيها خمس كوازرات أو خمس قلوب مجرات كلهم تقريبا في نفس الحجم، واتضح بعد كده ان الخمسة دول هم صور لنفس الكوازار، لكن الضوء اللي جاي منه عدى على مجموعة من المجرات فاخد مسارات منحنية في الزمكان خلانا نشوفه في خمس اماكن مختلفة. واحد هيقول لي يعني فيها اربعة لونهم ابيض وواحد لون اصفر، كدب مساوي يا شرف احسن من الصدق المعوج. هقوله لا حبيبي وانا من امتى جدت عليك، ولكن الصورة الصفرة دي لان الضوء اخد فيها مسار زمكاني اطول، وبالتالي حصل له قدر اكبر من الانزياح الاحمر اللي انا لسه هشرحه كمان شوية، واللي برضو تنبأ بيه ألبرت أينشتاين. ظاهرة عدسة الجاذبية دي خلتنا نشوف مجرات بعيدة جدا كان من المستحيل اننا نشوفها لو الضوء اللي جاي لنا منها كان جاي لنا بصورة مباشرة، ولولا مرور مجرات تانية من قدامها قدرت ان هي تجمع الضوء اللي جاي من وراها وتسلطه علينا، وبالتالي خلتنا نشوف المجرات البعيدة دي. وفي بعض الاحيان المجرة البعيدة دي بتبقى على مسافة مناسبة من المجرة القريبة، والضوء اللي جاي منها بيتوزع بشكل متساوي حوالين المجرة القريبة وبيظهر حوالين في صورة حلقة، وكأن المجرة القريبة بقت مطعمة بحلقة من النجوم. الحلقة دي أساسا مش موجودة، دي صورة للمجرة البعيدة اللي ما كناش شايفينها. الحلقات دي لما بتبقى متوزعة بشكل منتظم حوالين المجرات بيبقى نادر ظهورها في الكون، واللي قدرنا نصوره منها كان من 5 لـ10 حلقات فقط، وبيسموها حلقات أينشتاين، وبيبقى شكلها صراحة في منتهى الروعة. عدسة الجاذبية ساعدتنا كمان اننا نقدر نكتشف كواكب جديدة كان من المستحيل نقدر نعرف انها موجودة، بفرض وجود نجم هنسميه اكس، والنجم ده بيدور حواليه الكوكب بتاعه، والنجم ده بيبعد عننا مسافة كبيرة ما تسمحش اننا نشوف الكوكب بتاعه من خلالها. لو افترضنا وجود نجم تاني اسمه واي، النجم ده بعيد عن اكس مسافة مناسبة، وبالتالي الضوء اللي جاي من واي هيتنى بفعل جاذبية اكس وهيتركز على الكوكب بتاع اكس. في الحالة دي بس هنقدر نشوف الكوكب اللي ما كناش قادرين نشوفه بفعل المسافة، لكن طبعا لابد ان المسافات تكون ما بينهم مناسبة بحيث ان الكوكب نفسه يكون واقع في بؤرة الكوكب اكس بافتراض انه زي العدسة. وبالتالي انت مش بس اثبتت صحة تنبؤ اينشتاين بتاع عدسة الجاذبية، ده انت استخدمت الظاهرة دي عشان تكتشف بها كواكب جديدة. ولولا وجود ظاهرة زي عدسة الجاذبية عمرنا ما كنا هنعرف ان المادة المظلمة موجودة في الكون زي ما هنعرف في الحلقات اللي بعد كده. لو انتوا فاكرين في حلقة الزمكان ألبرت أينشتاين في النسبية الخاصة اكتشف
ان الحركة بسرعة ثابتة بتمط نسيج الزمكان وبتزود من طول الثانية ومن طول المتر. وفي النسبية العامة اكتشف ان الجاذبية عبارة عن انحناء في نسيج الزمكان، والانحناء ده مط للنسيج بمعدلات متغيرة. يعني الجاذبية او الانحناء في النهاية عبارة عن مط للنسيج برضه وبيزود الثانية والمتر. يعني لو في اتنين توائم، واحد عايش على كوكب الارض وواحد عايش على كوكب تاني اتقل من كوكب الارض، فبالتالي متوقع ان اللي عايش على كوكب الارض هيعجز بسرعة لان الجاذبية فيه اقل والمط اقل، فالوقت بيمر عليه بشكل اسرع من اللي عايش على الكوكب التقيل. وكل ما زادت الكتلة كل ما زاد الانحناء، وكل ما اتمط الزمكان والوقت مر بشكل ابطأ. وبالتالي لو انت عايش على الارض ومش عايز تعجز، كل اللي هتعمله انك تسافر للكواكب المجاورة تجيب منها كتل وتفضل تزود في كتلة الارض، وكل ما الكتلة زادت كل ما المط زاد وكل ما الوقت مر بشكل ابطأ. لحد في مرحلة معينة زيادة الكتلة دي هتخلي الارض تتحول لثقب اسود، وقتها الوقت هيتوقف بالكامل. ويبقى كده معانا حالتين لتوقف الزمن، واحدة في النسبية الخاصة لما بتتحرك بسرعة الضوء الزمن بيتوقف، وحالة تانية في النسبية العامة لما بتبقى موجود داخل ثقب اسود الزمن برضه بيتوقف. عملية تباطؤ الزمن نتيجة للجاذبية بيسموها Gravitational Time Dilation، ودي برضه من الحاجات اللي تنبأ بيها ألبرت أينشتاين. وحاليا الأقمار الصناعية ما ينفعش انها تشتغل الا لما يدخل في حساباتها معدلات المط دي، لان طبعا القمر الصناعي بيدور في مدار حوالين الارض بعيد عن مركز ثقل الارض، ومركز ثقل الارض ده اللي بيحصل فيه اكبر انحناء لنسيج الزمكان. وبالتالي القمر الصناعي موجود في مكان جاذبيته اقل نوعا ما من الجاذبية على سطح الارض، يعني الزمن بتاعه بيمر بشكل اسرع من زمن الارض. ولو ما قدرتش اعمل مزامنة ما بين الزمنين، عمر القمر الصناعي ما هيقدر انه يحدد موقعك. ولو عايز تفهم الكلام ده بيحصل ازاي، معلش هتتعب نفسك شوية وترجع تاني للحلقة اللي اتكلمنا فيها عن ازاي الجي بي اس بيشتغل. رابع حاجة توقعها ألبرت أينشتاين هي ظاهرة الانزياح الاحمر او ريد شيفت، وزي ما توقعها في النسبية الخاصة توقعها برضو في النسبية العامة. لكن ايه هو بقى الريد شيفت او الانزياح الاحمر ده؟ في الواقع ان الظاهرة نفسها اسمها دوبلر افكت، وهي عبارة عن انزياح احمر وانزياح ازرق. وكملخص سريع للظاهرة دي، الضوء اللي بيصدر من اي جسم بيختلف باختلاف 3 عوامل. اولا سرعة الجسم، ثانيا اتجاه السرعة دي بيقرب منك او بيبعد عنك، ثالثا مقدار الجاذبية في المكان اللي الضوء ده جاي منها. العوامل دي بتخلي الضوء يختلف، ويا اما بيميل للون الاحمر يا اما بيميل للون الازرق. وفي كل الاحوال انت عمرك ما هتشوف الضوء ده على حقيقته. يعني على سبيل المثال لو انا عايش على كوكب ولابس فيه بدلة بيضة وانت بتراقبني من كوكب الارض، فانت هتشوف البدلة دي يا لونها احمر يا لونها ازرق على حسب سرعتي واتجاه سرعتي وعلى حسب قيمة الجاذبية بتاع الكوكب اللي انا عايش عليه. وعشان تعرف ليه الكلام ده بيحصل، تخيل انك واقف على الارض وفي واحد واقف على كوكب تاني وراكب صاروخ وبيقلب لك نور ابيض، وما دام الراجل ده واقف فالضوء هيوصلك بلونه الطبيعي اللي هو الابيض. افترض بقى ان الضوء عمل ذبذبتين لحد ما وصلك. تخيل بقى ان الراجل ده هبت في دماغه وقرر يركب الصاروخ ويتحرك في اتجاه كوكب تاني، وهو بيتحرك قلب لك نفس النور بنفس الكشافات. في الحالة دي انت هتشوف ان النور اللي طالع من كشافات الصاروخ لونه احمر، والكلام ده حصل لان الراجل اتحرك والمسافة ما بينكم زادت والضوء سرعته ثابتة، فهيعمل نفس الذبذبتين لكن في مسافة اكبر، فالطول الموجي للذبذبة الواحدة هيزيد. وعشان الضوء الاحمر الطول الموجي بتاعه كبير، فانت هتشوف كل الاضواء اللي جاية من الراجل اللي بيتحرك ده مايلة للون الاحمر. تعال بقى وافترض ان الراجل ده قرر ان هو يتحرك ناحيتك، وبالتالي المسافة ما بينكم قصرت والضوء برضه سرعته ثابتة، يعني هيعمل نفس الذبذبتين لكن في مسافة اقل، يعني الطول الموجي للذبذبة الواحدة هيقل، والضوء الازرق الطول الموجي بتاعه قصير، وبالتالي كل الاضواء اللي هتصدر من الراجل ده وهو بيتحرك ناحيتك هتبقى مايلة للون الازرق. وعلى الرغم ان الراجل ملعبش في الكشافات ولا غير لون الضوء بتاعه، لكنك شفت الضوء ده مختلف باختلاف اتجاه حركة الراجل ده، سواء كان بيبعد عنك او بيقرب ليك. اينشتاين قال ان الجاذبية بتمط النسيج، وبالتالي هتمط المسافات وهتمط الطول الموجي، والضوء اللي طالع من مكان حقل الجاذبية فيه شديد هيبقى عامل زي الضوء اللي طالع من جسم بيتحرك بعيد عنك، هيبقى ممطوط
وهيميل للون الاحمر، وسمى الظاهرة دي الجرافيتيشنال ريدشيفت او الانزياح الاحمر الجاذبوي. مات البرت اينشتاين وفضلت الظاهرة دي شيء نظري مجرد حبر على ورق في نسبية اينشتاين العامة، لحد ما جه بعد وفاته باربع سنين عالمين، واحد اسمه روبرت باوند والتاني اسمه جلين ريبكا، وعملوا تجربة تثبت الريدشيفت بناء على ظاهرة مشهورة اسمها الموس باور افكت او تأثير موس باور. نواة ذرة العنصر زيها زي الالكترون لما بتكتسب طاقة بيتم استثارتها، والبروتونات اللي موجودة فيها بتطلع لمستويات اعلى، ولما البروتونات دي بترجع لمستوى الطبيعي بتفقد قدر كبير جدا من الطاقة وبيطلع في صورة اشعة جاما. الاشعة دي لما بتخبط في نفس نواة ذرة العنصر بيكون فيها نفس الطاقة اللازمة لاستثارته، فالعنصر بيمتصها وبروتوناته بتطلع تاني من المستوى الارضي لمستوى اعلى وهكذا. لو اختلفت الطاقة دي عن القدر اللي بيعمل استثار البروتونات، عمر ما الذرة هتمتصها، وبالتالي البروتونات مش هتطلع من المستوى الارضي للمستوى الاعلى. يعني لو اشعة جاما اختلف ترددها او طولها الموجي، عمرها ما هتقدر تعمل استثارة للبروتونات اللي موجودة في النواة. باوند وريبكا عملوا ايه بقى؟ جابوا مجموعة من ذرات الحديد انويتها مستثارة، وحطوها في مستوى افقي مع مجموعة تانية من ذرات الحديد الغير مستثارة، وبالتالي ذرات الحديد المستثارة طلعت اشعة جاما خبطت في ذرات الحديد الغير مستثارة وخلت الكتروناتها تنط المستويات اعلى. جابوا الذرات دي تاني ولكن المرة دي حطهم في مستوى رأسي وخلوا المسافة ما بينهم 26 متر وكرروا نفس التجربة، لقوا ان ذرات الحديد ما حصلهاش استثارة. معنى كده ان اشعة جاما اللي نتجت طولها الموجي اتغير، ويبقى كده وارد ان اشعة جاما حصل لها ريدشيفت، لان ذرات الحديد المستثارة اقرب للارض في مكان فيه الجاذبية اعلى بشكل نسبي من ذرات الحديد اللي فوق، وبالتالي الجاذبية الاكبر دي قدرت ان هي تمط طول الموجي بتاع اشعة جاما بالقدر اللي خلى الذرات اللي فوق ما تقدرش انها تتعرف عليه، وعشان كده ما امتصتوش. طب نتأكد ازاي من الكلام ده يا عم باوند؟ قال له سهلة، مش الحركة هي كمان بتعمل انزياح زي اللي بيعمله الجاذبية؟ قال له اه. قال له خلاص يبقى نحرك الذرات اللي فوق، وقرروا يحركوا الذرات اللي فوق في اتجاه الذرات اللي تحت بحيث ان اشعة جاما يحصل لها انزياح ازرق نتيجة للحركة وانزياح احمر نتيجة للجاذبية، وبالتالي الانزياح الازرق هيلغي تأثير الانزياح الاحمر، وطول موجة اشعة جاما هيرجع للطول الطبيعي بتاعه ويعمل استثارة للذرات اللي فوق. بمعنى تاني ابسط ان الجاذبية بتمط الطول الموجي، والحركة في اتجاه الذرات اللي تحت هتأثر الطول الموجي، وبالتالي انا هحرك الذرات اللي فوق بسرعة معينة بحيث ان معدل القصر في الطول الموجي هيبقى مساوي لمعدل الطول اللي سببته الجاذبية، والاتنين هيلغوا بعض، وبالتالي طول موجة اشعة جاما مش هيتغير وهتقدر انها تعمل استثارة للذرات اللي فوق. والمفاجأة انهم لما جم كرروا التجربة وهي في الوضع الرأسي والذرات اللي فوق بتتحرك، ان الذرات اللي فوق قدرت انها تمتص اشعة جاما وحصلها استثارة، وبالتالي الرجالة دي قدرت انها تثبت ظاهرة الريدشيفت بعد 45 سنة من تنبؤ اينشتاين النظري ليها. ساحة كبيرة اينشتاين. اينشتاين كان منظوره لنسيج الزمكان انه نسيج بالمعنى الحرفي، بيتمط ويتنى ويتأثر بوجود الاجسام عليه، ومش بس بيتأثر بكتلتها، ده بيتأثر كمان بحركتها. دوران الاجسام على نسيج الزمكان بيخلي النسيج نفسه يلف من تحتها، صحيح ما بيلفش بنفس السرعة لكنه بيتأثر، وكل ما الاجسام دي كانت اتقل كل ما لفت النسيج بشكل اكبر، والظاهرة دي اتسمت الفريم دراجينج او تباطؤ الاطار المرجعي. خليها الفريم دراجينج احسن. الارض على سبيل المثال بتدور، ولما بتدور بتلف نسيج الزمكان معاها، ولكن بحسابات كتلة الارض وسرعة دورانها فالارض بتلف النسيج تقريبا لفة كل 6 مليون سنة. طيب عظيم، ده توقع نظري بمعادلات البرت اينشتاين، لكن ازاي اننا نقدر نكتشف الكلام ده على ارض الواقع؟ جوزيف لينز وهانس هيرينج قالولك سهلة، الطبيعي ان النسيج كل ما قرب من الارض هيبقى التويست فيه اكبر وبيلف اسرع، وكل ما بعد على الارض هيبقى التويست فيه اقل وبيلف بسرعة ابطأ، وفرق السرعات ده هيعمل زي عزم ازدواج لاي حاجة موجودة على النسيج ويلفها، عامل بالظبط زي القشاية اللي ماشية في وسط النهر، النهر في النص بيبقى سريع وفي الضفتين بيبقى ابطأ،
وبالتالي الأشياء وهي موجودة في النص وبتتحرك هيحصل عليها زي عزم ازدواج يخليها تلف. لينز وسيرينج قال لك هات جيروسكوب ولفه، هتلاقي ان حركته دايما ضد الجاذبية وان الجيروسكوب بيلف ومحوره ثابت من غير ما يقع. وبفرض ان الجيروسكوب او النحلة بتلف في مكان ما فيهوش هواء زي الفضاء مثلا، وبالتالي سرعته مش هتقل وهيفضل محوره ثابت ومش هيتأثر بالجاذبية. قالوا خلاص هنجيب 4 جيروسكوبات ونطلعهم يلفوا في مدار حوالين الارض، ونخلي محور دوران الجيروسكوبات دي موجه لنجم بعيد، نجم اسمه ام بيجاسي. لو النسيج فعلا بيلف مع الارض فبالتالي هيحصل فرق في السرعات ما بين النسيج في الحتة القريبة من الارض والنسيج من الحتة البعيدة، وبالتالي الجيروسكوب هيحصل عليه زي عزم ازدواج ومحور دورانه هيختلف وما عادش هيشير للام بيجاسي. وقد كان بعد ما طلعوا الجيروسكوبات لو ان محور دورانها ما عادش موجه للام بيجاسي واختلف بنفس القيمة اللي توقعتها معادلات ألبرت أينشتاين. طبعا موضوع الفريم دراجينج ده كاد ان يتسبب في كارثة في علم الفيزياء لما جم يقيسوا سرعة النيوترينو في اول مرة. لقوا ان سرعته اكبر من سرعة الضوء، ودي كارثة. والخطأ ده ناتج من ان النيوترينو اثناء قياس سرعته كان متجه من الاقطاب ناحية خط الاستواء، ومعروف ان الارض سرعة دورانها اكبر عند خط الاستواء من الاقطاب، وبالتالي نسيج الزمكان هيلف بسرعة اكبر عند خط الاستواء من عند الاقطاب، وده هيعمل فرق في الثانية والمتر ما بين خط الاستواء وما بين الاقطاب، وده اللي عمل الخطأ في الحسابات المتعلقة بالسرعة. ولكن بمجرد ما حطوا الفروقات دي في الاعتبار الخطأ انتهى واينشتاين سجل جون جديد. كان من ضمن مشاكل الجاذبية النيوتونية انها مرتبطة بالكتلة وفقط، وبالتالي حاجة زي الشمس لو اختفت من وسط المجموعة الشمسية جميع الكواكب في المجموعة الشمسية هتتحرر في التو واللحظة، او بمعنى تاني التأثير هيبقى اسرع من سرعة الضوء. وفي الفيزياء مفيش حاجة ممكن انها تسبق سرعة الضوء، يعني وجهة النظر دي او الجاذبية النيوتونية دي تعتبر جريمة فيزيائية. لكن وجود نسيج زي الزمكان هتخلي تأثير اختفاء الشمس ينتقل فيه في زمن معين، وبالتالي اختفاء الشمس مش هتحس به الكواكب بشكل لحظي، ومش هنضطر نسبق سرعة الضوء. طب التأثير ده هيمشي في نسيج الزمكان ازاي يا عم ألبرت؟ قال هيمشي في صورة موجة، زي موجة الضوء وزي موجة الصوت وزي الموجة اللي بتحصل في المية. الجاذبية فيه هتفضل تزيد وتقل على طول المدى اللي هي بتنتشر فيه، وبالتالي الانحناء في نسيج الزمكان هيزيد وهيقل بشكل منتظم. يعني الزمكان نفسه هيتمط ويتضغط بشكل منتظم، يعني برضو الطول والزمن هيتمطوا ويتضغطوا بشكل منتظم. قالوا طيب جميل الكلام ده برضو بشكل نظري، نتأكد ازاي من كلامك يا عم ألبرت؟ قال سهلة، اي حاجة هتمر بيها موجة الجاذبية هتغير من طولها وهتغير من عرضها، يعني هتلعب في ابعادها. حلو، يبقى المفترض كده عشان نقفش الموجة دي نستنى انها تمر باي حاجة في الكون ونقيس التغير في ابعاد الحاجة دي. لا مش حلو، الجاذبية اصلا قوة ضعيفة وان كان مداها كبير. دوران كوكب زي كوكب الارض مثلا بيخلي النسيج يلف من تحته لفة كل 6 مليون سنة، واللفة دي ما بتبانش الا في المناطق القريبة من الكوكب، وبالتالي عشان احس بالموجة دي نتيجة لحركة كوكب زي الارض هيبقى الموضوع صعب جدا، الا اذا وجد اجسام تقيلة جدا بيلفوا حوالين بعض بسرعات كبيرة جدا قادرة انها تعمل اضطرابات في نسيج الزمكان ويتنقل فيه الموجة دي بسرعة كبيرة واقدر احسها. قالوا طيب سهلة، احنا نشوف اي نجمين بيدوروا حوالين بعض وبيهزوا نسيج الزمكان وبينقلوا الموجات دي ونقيس اي حاجة بتمر بها الموجات دي. لا برضو مش سهلة، اولا اي مسطرة حاجة قيس بيها هي كمان هتتأثر وهتطول وهتقصر، وبالتالي مش هلاحظ اي تغيير. ثانيا موجات الجاذبية اللي هتوصلك نتيجة لدوران نجمين زي الشمس مثلا حوالين بعض ساعتها ضعيفة جدا، هتوصل لعشرة اس سالب 21 من المتر، يعني الطول لو جيت تقيسه مش هتلاقي ان هو زاد اكتر من جزء من سكستليون جزء من المتر الواحد. يعني لو جيت تقيس تأثير الموجة دي على المسافة ما بين الارض والالفا سنتوري
اللي بيبعد عننا 4 سنين ضوئية هتلاقي ان المسافة دي كلها زادت بمعدل عرض شعرية واحدة من شعر راسك. ده غير انك لو تابعت نجوم عادية هتلاقي ان اقطارها كبيرة، وده بيخلي سرعة دورانهم حوالين بعض سرعة بطيئة ما تقدرش انها تهز النسيج ويوصلك منه موجات. ويبقى الحل الوحيد انك تتابع نجوم نيوترونية. النجوم دي كثافتها كبيرة وكتلتها كبيرة وانصاف اقطارها صغيرة، يعني كتلة الشمس هتلاقي انها موجودة مثلا في نجم قطره 10 كيلومتر، وده بيخلي النجوم دي سرعة دورانها حوالين بعضها بتوصل لقيم كبيرة جدا. الكلام لحد هنا كويس جدا، بس المشكلة ان النجوم دي بالمواصفات دي في المجرة بتاعتنا قليلة جدا. كل 50 سنة مثلا على ما تلاقي نجمين نيوترينيين قربوا من بعض وبدأوا يدوروا حوالين بعض لحد ما التحموا وعملوا لك موجة كبيرة تقدر تحس بيها. والحل التاني انك تبص على النجوم دي في مسافات ابعد، يعني بدل ما تبص في درب التبانة تبص مثلا في كوكبة زي العذراء اللي نصف قطرها 55 مليون سنة ضوئية، فيها اكتر من 1000 مجرة زي بتوعنا، وهتلاقي كل سنة اكتر من 10 نجوم نيوترونية بيلفوا حوالين بعض وبيلتحموا وبيعملوا موجات جاذبية تقدر انك ترصدها. بس المشكلة برضو ان رغم الفريكوانسي بتاعها كبير جدا وكل سنة فيها 10 نجوم بيلتحموا، ان على ما توصلك من المسافة الكبيرة دي هتكون الموجات دي بقت ضعيفة جدا ومش هتقدر تحس بيها. ويبقى الحل الوحيد انك تبص للكوكبة دي لكنك تطور وسيلة رصد تقدر تحس بالموجات دي حتى لو هي ضعيفة. اول وسيلة رصد فكروا فيها كانت عن طريق المقاومة. اي سلك بيتمط نصف قطره بيقل وبالتالي مقاومته الكهربية بتزيد، ولما بيتضغط نصف قطره بيزيد وبالتالي مقاومته الكهربية بتقل. قالوا خلاص هنستنى نجمين يدوروا حوالين بعض لحد ما يخبطوا في بعض ونقيس مقاومة اي سلك موجود عندنا. وبالفعل عملوا التجربة دي اكتر من 100 مرة، وفي 100 مرة مفيش ولا مرة واحدة نجحت التجربة، وده طبعا لان امواج الجاذبية كانت ضعيفة جدا وتأثيرها على المقاومة غير محسوس، لحد ما وصلوا ان هم يقيسوا موجات الجاذبية عن طريق تدخل الضوء. وطبعا اللي متابع معانا من حلقات ميكانيكا الكم عارف ان الضوء عبارة عن موجات، والموجات دي بتتداخل. لو قمم الموجات ركبت على القمم الموجة بتكبر وبيبقى اسمها موجة بناءة، والضوء شدته بتزيد. ولو القمم ركبت على القيعان الموجتين بيلغوا بعض والضوء بينعدم او بيصبح ظلام، وبيسموا الموجة دي بالموجة الهدامة. ولو انت لسه مش عارف الكلام اللي انا بقوله فلازم ترجع تتفرج على حلقات ميكانيكا الكم، دي مشكلتك مش مشكلتي. المهم قالوا احنا هنقيس موجات الجاذبية عن طريق تدخل الضوء، ودي كانت فكرة جهاز اللايجو او الليزر انترفرومتر جرافيتيشنال ويف اوبزرفاتوري، وده الجهاز اللي استخدموه عشان يقيسوا بيه موجات الجاذبية، واللي اتعمل منه نسختين في الولايات المتحدة، واحدة في هانفورد والتانية في ليفينغستون، والمسافة بينهم تقريبا كانت 3000 كيلومتر. الجهاز ده عبارة عن دراعين على شكل حرف L، كل دراع فيهم طوله 4 كيلومتر. الضوء بيطلع من المصدر وينقسم في الدراعين وينعكس في الدراعين 280 مرة قبل ما يرجع للمصدر تاني، وبالتالي مسار الضوء بعد ما كان 4 كيلومتر في كل دراع بيوصل ل 1100 كيلومتر. وطبعا كل ما المسافة اللي بيقطعها الضوء في الدراعين زادت، كل ما ده خلاني احس بالانكماش والانضغاط اللي بيحصل للضوء بشكل اكبر. ده غير طبعا ان الدراعين نفسهم مفرغين من الهواء بشكل تام عشان مثلا ما يقابلش شعاع الضوء وهو رايح او هو راجع، جزيئات الهواء تخليه يتشتت وينحرف عن مساره. الضغط جوه الدراعات دي بيوصل لواحد على تريليون من الضغط الجوي، وده يعتبر اكتر مكان على سطح الارض مفرغ من الهواء بعد المصادم الهدروني الكبير. المهم ان هم ظابطين الاشعة دي بحيث انهم لما يرجعوا للمصدر تاني يركبوا على بعض في موضع الهدم، يعني القمم بتاع المسار الاول تقابل القيعان بتاع المسار التاني، وبالتالي الموجتين يلغوا بعض تماما والحساس او الديتكتور ما يشوفش اي ضوء. لما تحصل موجة من موجات الجاذبية وتمر على الجهاز، وبالتالي دراع منهم هينكمش ودراع هيتمدد، والموجتين مش هيركبوا على بعض في موقع الهدم من جديد، وبالتالي الضوء هيتكون وهيوصل للحساس وهيقرا ان في ضوء. يعني لو وصل للديتكتور ضوء يبقى كده حصلت موجه من امواج الجاذبيه والحساس حس بيها، ولو ما وصلش ضوء يبقى كده مفيش موجه من امواج الجاذبيه. طيب ما ممكن الجهاز نفسه يحصل فيه خطا، ممكن الجهاز نفسه يتهز، ممكن يحصل زلزال، ممكن يحصل اعصار، واي حاجه من الحاجات دي هتحصل هتخلي موجتين الضوء ما يركبوش على بعض،
اشمعنى يعني دي موجة من أمواج الجاذبية؟ قالك عشان كده احنا عاملين نسختين، بحيث ان لو في خطأ في النسخة الاولى او حصلت مشكلة عند الجهاز الاولاني الجهاز التاني مش هيحس بيها، لكن لو حصل والجهاز الاولاني قرا موجة جاذبية فالجهاز التاني لازم هيقرا ان في موجة جاذبية بعد الجهاز الاولاني بزمن معين احنا حاسبينه، والزمن ده طبعا بيعتمد على المسافة ما بينهم اللي هي 3000 كيلومتر وعلى سرعة انتشار موجة الجاذبية، وبكده يبقى احنا مش سايبين اي احتمالية للخطأ. وطبعا جهاز اللايجو ده محتاج حلقة كاملة عشان نقدر ان احنا نتكلم عنه وعن طريق صنعه وعن التعقيدات اللي فيه، لكن يعني المهم حاليا ان الجهاز اتعمل في سنة 2002 واول اشارة لقطها كانت في 14 سبتمبر 2015. الاشارة دي اطلقت الاول في الجهاز الموجود اللي في ليفينغستون، بعد كده باجزاء من الثانية اطلقت الثاني في الجهاز الموجود في هانفورد، وده طبعا بيأكد ان اللي حصل ده موجة من امواج الجاذبية مش خطأ لاي سبب ما غير امواج الجاذبية. وطبعا من قوة الاشارة قدرنا نستنتج ان الجسمين اللي كانوا بيرقصوا وبيدوروا حوالين بعض كان كتلة كل واحد فيهم تقريبا قد كتلة الشمس 30 مرة، وده خلانا نستبعد انهم نجوم نيوترونية وخلانا نتوقع انهم ثقوب سوداء كانوا بيدوروا حوالين بعض بسرعة تقريبا تعادل 60% من سرعة الضوء لحد ما اندمجوا وعملوا موجة من امواج الجاذبية كبيرة جدا لدرجة ان احنا قدرنا نحس بيها. وعايز اقولك ان الطاقة اللي نتجت من عملية الاندماج دي كانت بتعادل 3.6 × 10⁻¹ وات، وعشان تقدر تتخيل الطاقة دي قد ايه عايز اقولك انها تعادل 50 مرة قد الطاقة اللي بتنتجها جميع النجوم في الكون المنظور مجتمعة. المهم ان في 2016 لقطنا اشارة تانية، وفي 2017 لقطنا اشارتين تانيين، وبالتالي بات من المؤكد وجود امواج الجاذبية اللي تنبأ بيها ألبرت أينشتاين من 100 سنة قبل ما يتم اكتشافها. أينشتاين تقريبا مفيش حاجة تنبأ بيها إلا وطلعت صح. أنا عايز أقولك إن حتى ألبرت أينشتاين لما جه يضرب ثابت كده ويتلصقه ويحطه في المعادلة عشان يحل مشكلة كانت موجودة عنده زي ما هنعرف في حلقات البيج بانج، الثابت ده طلع له أهمية كبيرة جدا. لكن الحاجة الوحيدة اللي ألبرت عمره ما كان يتوقع إنها موجودة بالفعل هي الثقوب السوداء، لكن دي برضو هيبقى لها حلقة لوحدها هنتكلم فيها عنها بالتفصيل. واخيرا حلقات البيج بانج اضطريت ان انا اجلها بعد الحلقة دي لان فيها كلام معتمد على الكلام الموجود جوه الحلقة دي، وبالتالي كده بقى معانا المجال مفتوح للفرقعة. بس كالعادة لازم الاول تعمل لايك وشير وكومنت، تشترك في القناة، تفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقات الجديدة تنزل. سلام.